نتصل باللواء رحيم. نعم. صباح الخير سيادة اللواء. صباح الخير. اتمنى انه اذا تسمع الصوت واضح. اي واضح الصوت واضح. سيادة اللواء احنا قناة التغيير وامام وزارة الداخلية ومعانا مجموعة من الشباب اللي مفسوخة عقودهم. برنامجنا بلا عنوان، فاليوم نريد نجيب مجموعة من هؤلاء المفسوخة عقودهم، ثلاثة من عندهم كأن يكون ممثلين، ونكون يم حضرتك حتى توضح لنا هذه المسألة إذا سمحت. أولا المسألة هاي وضحناها بأكثر من برنامج وأكثر من لقاء. نعم. وقلنا أنه المفسوخة عقودهم والملحق جيم والفاحصين. نعم. هؤلاء متوقفة على تحديد الدرجة الوظيفية والتخصيص المالي. نعم سيادة اللواء احنا يعني نحب هذا الكلام نسمعه من حضرتك، من نكون يمك في 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 داخل الوزارة في مكتبك التفاصيل. احنا نريد بس تسمح لنا انه يكون معي اثنين او ثلاثة من عندهم وننتخب حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. اذا ان شاء الله راح نكون يعني عند الباب وندخل يم حضرتك. نسق ويا مدير العلاقات وإن شاء الله. أكيد. شكرا لك. شكرا سيادة اللواء. أهلا ومرحبا. شكرا. دخلنا إلى داخل وزارة الداخلية الآن، معي الممثلين عن المفسوخة عقودهم للقاء باللواء رحيم للتحدث عن موضوع إعادتهم إلى الخدمة، موضوع المفسوخة عقودهم اللي صار لهم أشهر يظهرون ويعتصمون ويتواجدون أمام وزارة الداخلية. قبل لا نصعد خلينا نتعرف على أسماءكم. وسام كريم عبد الله، ممثل عن ملحق الفقرة جيم وزارة الداخلية. الممثل الرسمي عن وزارة الداخلية لجميع المحافظات طاهر رشيد حميد، الملحق جيم ومفاصل وزارة الداخلية. حسين محمد جاسم، ممثل الهاربين جميع مفاصل وزارة الداخلية. نعم. محمد ماجد جبار، ممثل المستقيلين جميع المحافظات. نعم. إذا خلونا نتوجه إلى غرفة اللواء رحيم ونلتقي به ونشوف موضوعكم إن شاء الله أكو فيه تطور. تفضلوا. إذا احنا في مكتب اللواء رحيم مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة الداخلية، طبعا يعني بموضوع المفسوخة عقودهم جمع مجموعة من مدراء الأقسام أيضا لمناقشة هذا الموضوع مع الشباب الموجودين، لذلك راح نتعرف على السادة مدراء الأقسام والضباط الموجودين أيضا في هذا الاجتماع. عرفنا بحضرتك. العميد سعد محسن سعيد، مدير إدارة المراتب. نعم. حضرتك. العقيد الحقوقي منتصر أنور فيصل، مدير قسم إعادة الضباط. تشرفنا. العقيد الحقوقي قيصر عبد الحسين حاتم، مدير قسم تنقلات الضباط. نعم. حضرتك. المقدم علي رمضان عذيب، وكيل مدير إدارة التقاعد. تشرفنا. إذا سيادة اللواء يدخلون الشباب؟ اي خليه يتفضل. ممثل عن السريح هنا، السريح. الأخوة هنا السريح. السلام عليكم. السلام. الله بالخير. اي تفضل.